شوف كانت معناها هي تقلق الحقيقة، وتقلق لو كان ما حطمناش الركور. نحن اليوم حطمنا الركور، وأنا بيرسونيلمون لو كان جيت نخمم في نفسي ونخمم في روحي كنت نجيب البرومير ايكيب ومعناها ونكمل بالركور. أنا مش نخمم في روحي، نخمم في جمعيتي، نخمم في لي زوبجيكتيف اللي جايين، نخمم في صحة جواراتي. دونك عملت اللي يلزم يتعمل. سي ان ريكور اباتر، احنا قعدنا مده خاطر الريكور الانترنور كبير مانويل جوزي مع الاهلي اللي عديت معناها بيريود كبيره وهزت معناها لي كوب دافريك. كيما قلت لك ما خممتش في روحي، خممت في صحه الملاعبيه نتاعي، في البلانيفيكاسيون اللي حطيناها. كنا نتمنى ولو ما نخسروش اليوم، ما لازمناش معناها نلوموا برشا على الاولاد. كما قلت معناها فما جوارات اول ماتش لهم كوب دافريك، فما اللي بعد من الكومبيتيسيون، فما اللي راجعين من بلاسور، فما دي جوار اللي قبل الماتش يعملوا ميتون ميتون كوكامي وبالرمضان مهما كان الريزلتا، فادي ما يفوتش ساعه مهما كان الريزلتا. دونك فما برشا حسابات اللي محكوم فيهم معناها في الماتش هذا، في اللي لازمنا نستحفظوا على صحه الاولاد نتاعنا، واللي زوبجيكتيف نتاع الترجي اكبر من معناها من اللي زوبجيكتيف نتاعي انا ولا نتاع الركور. الحمد لله 20 ماتش من غير ديفات الفول فير.